عزيز رسل بل ما واصل للحوش مع كانت مقابلة غير عادية لأن الفريق ما حضر حتى شيء، كانوا مشاكل في الفريق مقبل واللاعبين ما حضروش المقابلة هذه، داروا في آخر المطاف باش قالوا نقدروا نجوا نلعبوا للفريق هذا، وجاو داروا المقابلة بدون تحضير. نظن أن الفريق بدون تحضير ما راح يقدرش يدير حوايج، ولو كان درنا نتيجة اللاعبين داروا ما عليهم. كاين مدرب جديد زغدود اللي هو اللي تنستالي اوفيسيالمون، راح يبدا العمل تاعو في يوم الاثنين ان شاء الله، ويعاود يعاود يسقم الامور اللي راهي تخص الفريق هذا، وهكذا تكون عنده نظره. انا دوك نعطي له كل الملاحظات اللي لاحظتهم هنايا في واسمو، وهو بارتي دو لا يفا كوريجي بور انطامي لا سومان في احسن ظروف. نظن بلي ثلاث نقاط اللي كانت مستحقه بالنظر لمجريات المقابله. نظن دخلنا المقابله بقوه، مش خاصه في الشوط الاول وين خلقنا فرص كثيره، سجلنا منها هدف وضيعنا اهداف كثيره في الشوط الاول. حتى مع بدايه الشوط الثاني كانت عندنا فرص، وين شفنا يعني انفرادات ثلاث لاعبين ضد واحد في الثلث الاخير تاع الملعب، كنا قادرين نقتلوا المقابله. لكن يعني المنطقة شفناه اليوم انه يعني الفريق اللي ضيع الفرص كثير يتلقى هدف من كره ثابته، تلقينا هدف تعادل اللي خلطت لنا شويه الحسابات. طلبت من اللاعبين بعدها من اللاعبين تاعي ما يتقلقوش، لان المقابله كانت مازالت لها نصف ساعه، والحمد لله يعني اصرينا على الفوز وسجلنا الهدف الثاني. نظن باللي ثلاث نقاط تخلينا ان شاء الله نحضروا المقابله الجايه تاع اتحاد عنبة في اريحي. نظن باللي تعبنا يعني تقريبا دوك ثلاث اسابيع ولا اربع، الفريق راهو في اضطرابات كبيره في التدريبات، غيابات بالجمله في التدريبات. نظن باللي هذا رجع للازمه الماليه الخانقه اللي راهو يعيشها النادي. احنا كل خطره نمدوا نداء، والله تعبنا صراحه، تعبنا احنا كلاعبين وطاقم، يعني الطاقم كامل تاع الفريق سواء المدربين او اللاعبين او المسيرين. صراحه حولينا نحسوا في روحنا يعني وحدنا، يعني معنا الانصار، ما عاد الانصار اللي راهم معنا يجيو يشجعونا في المباريات، يعني هنا في مدينه الواد صراحه والله حسينا روحنا اننا يعني شغل الغرباء. يعني ما كانش سوتنونس، ما كانش لي يعاونك، ما كانش مساعدات، ما كانش لي يجي يطبطب لك عليك. رغم النتائج الحزنه هنا، رغم انه الفريق يعني اول موسم ليه، يعني المفروض انه يكون لنا الجو في مدينه الواد كله يكون متفائل ويكون يعني يشجع الفريق هذا، خاصه في بدايه الموسم هذا.